يتابع وليد مع طفله محمد رحلة علاجه بعد أن أصيب بحروق في ساقه قبل فترة، حيث تمكن محمد من الحصول على رعاية صحية في مركز بسمة الصحي الذي افتتح قبل بضعة أشهر في قرية بسمة للنازحين بريف عفرين. افتتاح المستوصف وفر على الكثير من المرضى السفر لمسافات طويلة طلبا للرعاية الصحية. هنا هون المركز يعني أقرب شيء علينا، هون أحسن ما نضرب 25 كيلو أو 50 كيلو، لأنه هون أقرب لنا بكتير. وفر علينا مشوار الروح الرجع، بس بدنا يعني أدوية ما فيه المشكلة، يعني فيه طاقم بس ما فيه أدوية. يقدم المستوصف خدماته للقاطنين في قرية بسمة وتجمعات النازحين المحيطة بها، ويراجعوه شهريا قرابة 1200 مريض، معظمهم من الأطفال والنساء والمسنين. المركز ترك ارتياحا للأهالي خاصة في الحالات الإسعافية، لكن أقساما عدة لا يزال المركز بحاجة لاستكمالها. هلا نحن عندنا هون عيادة عامة، في عيادة نسائية متابعة حمل وكذا، في عندنا قسم إسعاف، غرفة قسم إسعاف، لدينا بعض الأدوية الإسعافية عبارة عن سيرومات، أدوية للحالات الإسعافية كذا متواجد لدينا. صعوبات موضوع صيدلية الأدوية، مثلا الأدوية الباردة وليست إسعافية، المسكنات، مضادات الحيوية، أدوية السكر، أدوية الضغط غير متوفرة حاليا، ويعني وتواصل مع عدة أطراف الآن لم يأتينا دعم بشأن هذا الموضوع. تعاني الكثير من القرى والتجمعات السكانية المخصصة للنازحين من غياب الخدمات الطبية وبعدها عن المشافي والمراكز الطبية، واقع تسبب بتراجع الرعاية الصحية لدى مئات الآلاف وانتشار العديد من الأمراض، وسط مناشدات مستمرة بزيادة الاهتمام بالقطاع الطبي في تجمعات النازحين. وصيل أحمد حلب، اليوم عفرين.